تعلمت في هذا الماراثون اللي ما تعلمت لا في المدرسة لا في الشارع لا في أي بلاصة. اسمي الحسن أحنصل، من مواليد 1971، بنواحي مدينة زاكورة. يعني ما عارف بالضبط النهار ولا التاريخ، حيت أنا من عائلة رحل. من الطفولة ديالي وانا كنجري باش نعيش باش نصور طريق الخوص كما تيقولوا، وهي هذيك جات المناسبة ديال الرياضة. ملي شي زاكورة بقيت نسابق مع أصحابي كنلعبو ديما كنتفوق عليهم. علاش؟ لان عندي واحد لاباز من البدايه من الطفوله ديالي وانا خدام، يعني وانا كنتحرك، هذا اللي خلاني باش نحس بواحد تكون العضلات ديالي تكون من ديك العمل اللي كنقوم به، يعني كان واحد الاساس. هذا الماراثون دابا وصلت انا 18 مره شاركت فيه، تمكنت الحمد لله باش نربحو 10 مرات، وعندي جميع الارقام القياسيه ديالو من ناحيه السرعه، من ناحيه الالقاب. مني حققت الهدف ديالي هو نربح هذا المره 10 مرات، درت واحد الهدف اخر هو نديرو 20 مره. كنديرو بطرق اخرى بحال هذه، واحد 5 سنين واحد العداء الماني ما كيشوف ومعنا كنهضرش في الالمانيه، وداك الشيء التجربه بحكم التجربه اللي عندي في الماراثون، ما سمحوا ليه باش يدير الماراثون الا ما كاين معاه شي مرجي. انا اقترحوا عليا ورحبت بالفكره، وكان فعلا تجربه هائله مع هذا الاتليت هذا. عشت شي حوايج اللي يعني حواديت، الناس كطيح، الناس كتبكي، الناس كتغوت، الناس هادشي ما كنت نشوف، لان كلشي كاتشي كيدار من وريا قبل. شحال من واحد كيلقبنا بحماق الصحراء، يعني باش دير واحد المغامره بحال هكا جري في الصحراء، شحال واحد يقول لك هذا ما عنده ما يدار، ولكن خاصو لان درس من دروس الحياه. وتعلمت في هذا الماراثون اللي ما تعلمت لا في المدرسه لا في الشارع لا في اي بلاصه. هذاك الماراثون معروف يعني التحدي ديالو، يعني الاعتماد على الذات وتحدي الذات وبزاف ديال الحوايج. ما كاين مساج، ما كاين ماكله مزيانه، ما تنعس مزيان، ما الحوايج داكشي اللي خديتي معاك هو اللي كاين. وحنا كنحاولوا مثلا كل المشاركين كيحاولوا مثلا يخفوا على راسهم، لان باش ما زدتي تقل كتدي ثمن غالي التعب وداكشي كيعيك. دونك حنا كنحاولوا نخفوا على راسنا، كنتو الحوايج الخفاف يعني كنقتصدوا في كل شيء. كيدار شي ظروف يعني قاسيه جدا، الا ما كنتيش شاد في راسك ما تكملوا. غير الماكله اللي كناكلو، غير النعاس اللي كنعسو، غير العجاج اللي كدوز علينا، كان الجلد كيتبدل. تصوري اول مره شاركت في ماراثون الرمال، الضفار ديالي ب 10 طار ديال الرجل، يعني كتحس باعطاب. واحد كينسيك الاخر، كيكون واحد العطب مؤلم، كيجي واحد اخر الم منه وكتنسى الاول، وغادي حتى ما كتحس بوالو. كيعرف بالصحراء المغربيه في العالم، لان قنوات ما يزيد من 1060 قناه كنقلب الماراثون هذا، ومعروف انا كنجي نشوف معروف في الخارج اكثر من هنا في المغرب. الناس كيستافدوا منه بزاف، سورتو الفنادق، يعني اصحاب النقل، اصحاب بعض الجمعيات، السكان المحليين. انا ما نقول لهم اجيو شاركوا في ماراثون الرمال، وانما نقول لهم مارسوا الرياضه لانها دواء العصر. راه الطبيب ما بقاش يقول لك هاك الدواء هو سير مارس الرياضه، لان من الرياضه كاين بزاف ديال الحوايج تستافدوا منها.